لكن دلوقتي خلونا نروح لدينا عشان نتعرف منها على آخر أخبار الرياضة في مصر وفي العالم كله. اتفضل يا دينا. شكرا لك يا شاذلي. فعلا دلوقتي جه معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا. وانتخابات النادي الإسماعيلي أسفرت عن فوز المهندس النصر أبو الحسن برئاسة مجلس الإدارة واللي أقيمت امبارح في مقر النادي ليتولى رئاسة النادي لمدة 4 سنوات قادمة. النادي الأهلي أعلن إجراء تعديل على الشعار الخاص بيه عما كان عليه طبعا في الموسم الماضي، واللي شهدت إضافة جملة نادي القرن الإفريقي، ونشرت الصفحة الرسمية الأهلي عبر تويتر فيديو توضح فيه تعديلات على الشعار الجديد، وشهدت إعادة الجملة نادي القرن الإفريقي. نادي المقاولون العرب أعلن ضم محمود وادي مهاجم بيراميدز لمدة موسم واحد، وكمان أعلن تعاقد مع عامر حارس سيراميكا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. نادي زد أعلن تعاقده مع مصطفى سعد اللاعب الأهلي السابق لمدة 4 مواسم مقبلة من أجل تدعيم صفوفه في ظهوره الأول بالدوري الممتاز. النجم المصري محمد صلاح قاد فريق ليفربول لتحقيق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي على حساب ضيف فريق بورنموث بنتيجة 3-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية في الموسم الحالي 2023-2024. فريق توتنهام حقق فوز مهم على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب توتنهام هوتسبير ده ضمن منافسات الجولة الثانية من البريمير ليج. مانشستر سيتي حقق الفوز على ضيف فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب الاتحاد ده ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. حقق فريق ريال مدريد فوز كبير على نظيره فريق الميريا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح بملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط ده ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الحالي في الدوري الإسباني. فريق انتر ميلان حقق انتصار صعب على فريق مونزا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريق على ملعب جوزبي مايتازا في وده كان في بداية موسمه مسابقة الدوري الإيطالي. فريق نابولي افتتح موسمه في الدوري الإيطالي بالفوز على نادي فوريسينيني بنتيجة 3-1 خلال اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب استاد بينيتو ستوربي ده ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2023-2024. وبكده انتهت جولتنا الرياضية. هنخرج لفاصل وراجعين معاكم نكمل فقرات. صباح الخير يا مصر.